اروح بقى للسؤال برضو استاذ سامي، وعايز اعرف من حضرتك مين اكتر الصفقات اللي شايف ان هي يعني الجمهور هينتظر منهم الكثير؟ هل بنتكلم سواء انا طبعا بتكلم عن معارين او صفقات جديده زي مثلا المعارين اللي رجعوا لنا احمد عبد القادر، مين اكتر حد من وجهه نظر حضرتك شفته ممكن فعلا يعني يتالق جدا مع النادي الاهلي في الفتره القادمه؟ صراحة يعني بداية عبد القادر ظهر في زور واحد بس، بس انا شايفه ايجابي جدا وفعال، وفي اكثر من لاعب اخرين، بس انا يعني ادارة الكورة في الاهلي او ادارة النادي الاهلي بصفة عامة حريصة ان ما يحصلش خلل، يعني يعني ما شفنا اصرار على تجديد العقود النجوم الكبار اللي في الفرقة زي السولية ومعلول، وفي نفس الوقت استخدام عناصر كانت معارة خارج تقدر تفيد الفرقة. فطبعا أنا شايف أن الموسم جه هيكون له طعم آخر، يعني يعني شفنا حالة الإيجاد اللي كانت على بعض العناصر زي أفشة وشوقي على نسبة 80% من اللعيبة بصراحة، ويمكن ده السبب وراء عدم اختيار كراش لبعض اللعيبة، الإجهاد المستمر لبعض اللعيبة، يعني النقطة دي حاجة ترجع له يعني. النقطة دي طبعا هي أنا معاك فيها، يعني أنا مش يعني كمدير منتخب مصر مش عايز لعيب مجهد ازيد عليه الاجهاد ممكن يتعور، وربما ده لمصلحه اصلا قفشه وشريف، يعني نختلف او نتفق شايفين ان هم فعلا كان مكانهم في المنتخب ودي حقيقه، ولكن ربما ده لمصلحتهم في النهايه يعني. فطبعا الاهلي في حاله استنفار لكل عناصره في الموسم الجديد صحيح، وده يعني شيء ايجابي، يعني انا النهارده عندي في كل مركز ثلاثه واربعه موجودين في حاله تسابق وحاله تنافس صحيح، وده هيدي موسيماني يعني اوراق جديده وكتيره للاختيار والمناوره في كل مباراه عن الاخرى، يعني المناوره دي يعني خصوصا مع فرق البطولات بتبقى مهمه جدا، يعني مش لازم ابقى كل يعني ليا فيس واحد بشكل أيوة واحد أيوة في أيوة كل صح مباراه، لا لازم اظهر بشكل مفاجاه زي مرموش كده ما ظهر مع منتخب مصر عمل الفارق. فطبعا امتى استغل العناصر الجديده دي ما استعجلش عليها، كمان مش مهم استعجل عليها لان التجانس مطلوب والمغامره مطلوبه بس مغامره محسوبه، فدي نقطه مهمه جدا. انا شايف ان كل الصفقات اللي سعى عليها النادي الاهلي اداره النادي الاهلي في الفتره الموسم الفتره الصيفيه صفقات ايجابيه جدا وهتفيد الفرقه الى حد كبير مع عوده المعارين اللي يعني، وطبعا كمان تحياتي اللي ادوا في النادي الاهلي وخدوا اعاره او خدوا انتقالات لانهم ادوا النادي الاهلي باخلاص، ودي برضه سمه كل لعيبه النادي الاهلي دائما يعني.